بفضل الله وتعالى بعون الله تعالى وتوفيقه تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات همت مجموعة من المجالات والتي تشكل بمثابة تنزيل مجموعة من البرامج أو البرامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في شتنبر 2018. جينا اليوم في هذا المحفل اللي غادي يبقى تاريخي إن شاء الله في التاريخ ديال طاطا. جينا وقعنا مع السيد العامل والشركة الله يجزيه بخير شراكة مع الجمعية ديالنا اللي هي كتمثل يعني المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي إن شاء الله جات باش تدعم النساء بصفة خاصة اللي فوضي تشاشة ومسنين. والحمد لله هذا الاتفاقيه هذا غادي نحاول ان شاء الله غتساعدنا باش نزيدوا بالنساء في اطار التكوين في اطار المصاحبه في اطار انشاء مقاولات ان شاء الله باش نرفعوا من هذا المستوى النساء اللي كيستحقوا كل خير. تم المصادقة على اتفاقية دعم المؤسسات الصحية من أجل التطبيب، وهذا يندرج على لتوفير أطباء في جميع المؤسسات الصحية بالإقليم. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.